أهلا بيكم في كورس جديد. هنبتدي مع بعض كورس فوتوشوب. الفترة اللي فاتت اشتغلنا مع بعض أدبة بريمير، وناس كتيرة تابعتني وأشكر التعليقات كتيرة اللي على الفيديوهات. هنرجع تاني لبريمير، بس هننشغل شوية فوتوشوب عشان البريمير محتاج فوتوشوب والمونتاج عموما محتاج فوتوشوب. يلا نبتدي مع بعض. انا فتحت واجهة البرنامج. اول ما نفتح ده الديفولت بتاع البرنامج، دي التولز بتاعتنا، دي البانل اللي بنتحكم فيها، ده شريط البروبرتيز. الانترفيس بتاعتنا عموما سهلة قوي. دلوقتي انا عايز مثلا اغير مكان شريط التولز ده، هاجي اسحب كده، ادوس بالماوس واسحب اشد احط في اي مكان انا عايزه. افرض انا عايز احط هنا، اجي اقف هنا هلاقي ان هو ظهر لي حتة حاجة زرقاء كده، يعني ممكن اسيب كده. انا نقلته هنا، عايز احطه في اي مكان. انا مجرد ما اسحب كده بحط، بدوس على الحتة السوداء اللي فوق دي واسحب وبيمشي معايا خالص. عايز ارجع تاني برضو، هرجع كده الاقي بص ان ظهر لي حتة زرقاء، يعني معنى كده ان هقدر اسيب كده اتنقل. مثلا اجي لو انا عايز اجي مثلا عند اللايرز دي وانقلها، هقف عليها برضو واسحب. انا مثلا سبتها بره، او عايز اسحبها واحطها مثلا في اي حته مثلا هنا. طيب لو انا عايز بقى ارجعها مكانها، اسحب برضو بقف عليها واجي الاقي هنا اعمل علامه زرقاء، اروح سايب هلاقي انها رجعت مكانها تاني. طيب دلوقتي لو انا اللايرز مثلا دي ما كانتش موجوده، تعالوا انا خرجت بره كده، رحت اقفلها وقفلتها غصب عني. طب انا هجيبها ازاي؟ انا هخش على الويندوز، هدور هنا هلاقي ان في مكتوب بلايرز، هدوس عليها لانها ظهرت لي تاني زي ما انا قفلتها، هسحب وارجعها تاني مكانها. لو انا عايز بقى الانترفيس بتاعتي ترجع زي ما كانت خالص في البداية، الورك سبيس بتاعتي اهي انا فتحتها، في حاجة اسينشال ديفولت، بدوس على الديفولت هلاقي ان كل حاجة انا غيرت فيها رجعت، او بدوس على ريست اسينشال بيرجع كل حاجة زي ما كانت في البداية بالملي. دي اول حاجة احنا ابتديناها مع بعض. كمان لو انا مثلا عايز اضيف اي ويندو زيادة، مثلا لو انا عايز اضيف مثلا ستايلز، هقف عليها هي ظهرت لي هنا برضو، بغير مكانها زي ما انا عايز، هسحب واحط في اي مكان. انا ممكن احتاج ستايلز دي هسيبها. طيب دلوقتي انا عايز ابتدي اشتغل او عايز انزل صور على الفوتوشوب، في طريقتين، اما ادوس فايل اوبن واسحب واختار الصورة، او هنفتح بقى ايه، نيجي نفتح الفولدر عادي بره اهو. انا فتحت الفولدر، حاجة اشوف الصورة انا عايزها، مثلا انا عايز الصورة دي، همسك الصورة كده اسحبها واخش على الفوتوشوب واسيب في النص كده، هنلاقي ان الصورة حملت ونزلت عندي على البرنامج. وهنا اسم الصورة، هنلاقي اسم الصورة فوق مكتوب بتفاصيلها ان هي امتدادها جي بي جي. الجي بي جي ده هو الصيغة السايدة عموما في الصور، سواء انت بتصور بكاميرا بتصور موبايل، ده غالبا الصور يعني ده الامتداد اللي معظم الناس بتشتغل بيه، عشان هو امتداد مساحته قليلة شوية وكمان درجة نقائه كويسة. في امتدادات كتيرة هنعرفها شوية بشوية. وكمان انا دلوقتي حطيت صورة، طب انا عايز انزل صورة تانية، انزلها ازاي؟ برضه هخش على فولدر، ادي نيو فولدر انا حاطط فيه الصورة. طيب اسحب دي، هسحب برضه اهو وانزل. هينفع اسيبها كده؟ لا مش هينفع اسيبها في النص، هسحب لفوق هلاقي اول ما اقف فوق كده جنب المكان اللي الصورة حاطط فيه الصورة الاولانية، هلاقي ان ظهر لي كلمة كوبي، فهروح سايب هلاقي ان هو ظهر لي مكان تاني في الصورة التانية. يبقى ادي الصورة الأولانية اهي، وادي الصورة
التانية اهي. الصورتين اللي احنا نزلناهم جي بي جي. طيب الصورة أي صورة أنا عايز أكبرها أو أصغرها. جيت عند الصورة دي أنا عايز أصغرها، هدوس كنترول ماينس هلاقي الصورة بتصغر، هدوس كنترول بلس هلاقي الصورة بتكبر. لو أنا عايز الصورة مقاس الشاشة هدوس كنترول زيرو هلاقي إن الصورة بقت مقاس الشاشة اللي أنا شغال فيها. طب أنا اشتغلت في الجي بي جي، تعالوا نجرب ننزل صيغة تانية. هفتح فولدر هسحب منه الصورة دي، الصورة دي امتدادها بي ان جي، برضو مش هرميها هنا على الصورة الأساسية، هاجي افتح هنا هلاقي اداني كوبي، هسيب الصورة هتفتح لي خانة جديدة بالصورة. هنلاقي ان الصورة اتفتحت لي ملهاش خلفية، هنلاقي ان ورا في ظهر مربعات، معنى كده انها ملهاش خلفية، انها صورة متفرغة كده. ايه الصورة بي ان جي؟ الصورة بي ان جي من مميزاتها انها ما فيهاش خلفية، فبتنفع دايما في الكروت، تنفع في اللوجو سواء كتابة سواء صورة، فدي تنفع جدا في اللوجوهات للقنوات. تعالوا نسحب الصورة دي نحطها على الصورة التانية زي ما قلنا، بدوس ماوس واسحب واحط على الصورة اللي انا عايزها. جيت هنا اهو وارجع اخش في النص اسيب في المكان اللي انا عايزه، هنلاقي الصورة نزلت شكلها حلو ومدية انها ملهاش اي خلفية ومتفرغة. دي ميزة الصورة البي ان جي. يبقى الصورة البي ان جي قلنا بنستخدمها في الكروت، نستخدمها في اللوجو، فدي بتبقى حاجة مميزة في الصورة البي ان جي عن الصورة الجي بي جي. الصورة الجي بي جي بتبقى صورة كاملة وليها خلفية منقدرش نفرغها بالطريقة دي. تعالوا انا عايز انزل صورة جي بي جي على صورة جي بي جي تانية. تعالوا نسحب الصورة الجي بي جي ونحطها على الصورة تانية جي بي جي ونشوف هيعمل ايه. هاجي على الصورة دي وادوس بالماوس واسحب واحط على الصورة التانية، هنلاقي انها اتدارت عليها. طيب انا عايز اصغرها شوية، اولا لازم اكون معلم على شو ترانسفورم كنترولز عشان يبقى ظاهر الفريم بتاعها ده اقدر اصغر منه الفريم اهو. انا ممكن اصغر منه واجيب برضو الفريم هنا اصغر كده، اصغرها لأكتر حاجة ممكنة عشان اوريكم حاجة. الصورة هي صغرت. طيب كده الصورة على صورة، انا عايز اصغر الصورة دي اوي. طول ما انا العلامة الصح دي موجودة يبقى انا التغيير ده لسه مثبتش. طب انا هصغر الصورة دي جدا هنا كده وادوس صح، يبقى انا كده اثبت على التغيير ده. لو انا كبرت الصورة دي تاني بعد ما دوست على علامة الصح هلاقي اعمل ايه؟ هلاقي اعمل بيكسلز كتيرة، وهنلاقي اعمل حاجة اسمها راستر، ان الصورة بقت مربعاتها مبقتش واضحة انها عملت بكسلة في الصورة. طب ايه حل المشكلة دي؟ اول حل للمشكلة دي تعالوا الاول ندوس صح ونمسح دي ونبتدي من جديد. هنروح هنا قبل ما اخد الصورة واسحبها واقف على الصورة هنا جنبها كده، دوس كليك يمين ودوس كونفيرت سمارت اوبجكت، واخد الصورة وامشي بيها واروح على الصورة التانية واسيب. هنعمل نفس الشغلانة برضو، ناخد الصورة ونصغرها صغير قوي، وبرده ندوس علامة صح وهبتدي اكبر تاني بعد ما دوست علامة الصح. نشوف الصورة بكسلز ولا لا. هنلاقي الصورة بطبيعتها بنقائها ما فيهاش اي حاجة خالص. هنلاقي المربع ده ظهر والاكس دي ظهرت فيه ما كانتش موجودة عشان هو بقى سمارت اوبجكت. طب عشان برضو ليها طريقة تانية ان الصورة ما تبكسلش، هروح اسحب الصورة من الفولدر، ادي الصورة اللي انا كنت بشتغل عليها واروح بيها على الفوتوشوب واسيب هنا، مش هسيب في اليرز فوق، هسيب هنا. الصورة هتنزلي بنفس الطريقة من غير بكسلة، اصغر اهو وادوس صح. لو جيت اكبر تاني هنلاقي الصورة بطبيعتها ما فيهاش اي حاجة.
الفوتوشوب عبارة عن لايرز، يعني بالظبط زي تورتاية. التورتاية بقى فيها كيكة، فيها كريمة، فيها كريز. انت مش شايف التورتاية من تحت شكلها ايه، بس انت شايف الشكل عموما. بالظبط الفوتوشوب كده عبارة عن لايرز، طبقات. كل طبقة انت شايف اللي فوق، واللي فوق مغطية على تحتيها، او مغطية عن جزء من اللي تحتيها، فانت شايف جمال الصورة النهائية. فالفوتوشوب كده وبرضه شبه شوية البريمير، ان برضه بتحط فيديو فوق فيديو فبتداري على تحتيه. فمعظم البرامج دي هي نظام لايرز. فالفوتوشوب عبارة عن لايرز، انت باصص عليه من منظور رأسي وشايف اللي فوق، واللي فوق مغطي على تحتيه، يعني انا الصورة دي كده مغطية على تحتيها، فانا طبعا انا مش شايف حاجة تحتيها. لكن لو انا صغرتها هشوف طبعا جزء وجزء، بغض النظر عن المنظر الجمالي دلوقتي. برضو مثلا هنا الصورة البي ان جي برضو مغطية على تحتيها، برضو هي من دي منظر. فالنهاردة اتكلمنا عن واجهة النظام عموما بتاعت الفوتوشوب، اتكلمنا ازاي نحط صورة بي ان جي على صورة جي بي جي، اتكلمنا ازاي نحط صورة جي بي جي على صورة جي بي جي ونخليها تبقى سمارت اوبجكت، واتكلمنا عن لايرز في الفوتوشوب، واتكلمنا عن نوعين صور اللي هو جي بي جي والبي ان جي. المرة يكون النهاردة كورس النهاردة عجبكم. أقابلكم في فيديوهات جاية، معكم مجدي مكرم من أول كورس من الفوتوشوب.